بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخرج الترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا منهج رباني نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، يرشدنا أن نسير عليه حتى تكون حياتنا وفق ما أراد الله عز وجل. الوصية الأولى جاءت في 4 كلمات، والوصية الثانية في 4 كلمات، والوصية الثالثة في 4 كلمات. هذه الكلمات المباركة لخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم حياة المسلم. فالوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. إذا تمثل الإنسان التقوى وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية في كل أفعاله وأقواله، بأن يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عن نهي الله عز وجل ويسلك درب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك في كل شؤونه سائرا على منهج الله عز وجل، لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا، يتقي الله في كل أحواله وحيثما كان. ثم تأتي الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان لا يخلو من الأخطاء، يقع في الأخطاء، عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. المعاملة الحسنة والتعامل الطيب مع الناس بالأخلاق الحميدة بالأخلاق الفاضلة هو منهج نبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى والاستقامة على منهجه، وأن يرزقنا حسن الأخلاق مع الناس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.